وننتقل إلى تقريرنا التالي بالتحديد، أو ما زلنا مستمرين نعم مع هيئة الشارقة للمتاحف، حيث أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن فتح باب التسجيل لفعاليتها السنوية مخيم إجازة سعيدة. هذا المخيم التفاعلي، وذلك عبر طرح سلسلة من البرامج المتنوعة التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية. وحول فعاليات وأنشطة مخيم إجازة سعيدة معنا عبر الهاتف الأستاذة منى الملا، وهي رائد علمي أول في متحف الشارقة العلمي. مساء الخير. أهلا وسهلا. نود أن نتعرف على تفاصيل هذا المخيم الصيفي، وهل بالفعل بدأ العمل في هذا المخيم أم ما زالت الفرصة متاحة لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل؟ طبعا مخيم إجازة سعيدة، مخيم إجازة سعيدة تطلقها هيئة الشارقة للمتاحف في كل سنة تقريبا. هذا المخيم يتم إطلاقه خلال 3 فترات في السنة، وهو مخصص للعطلات، خلال العطلات المدرسية، سواء كانت العطلة الصيفية أو اللي هي الشتوية أو الربيعية. خلال الحين العطلة الصيفية تم إطلاق مخيم إجازة سعيدة، هو يبدأ تقريبا من تاريخ 15 يوليو ويمتد إلى تاريخ 11 أغسطس تقريبا. طبعا حتى الآن مستمر التسجيل، يستطيع طبعا الزوار أو العوائل تسجيل خلال المخيم من خلال موقع الهيئة اللي هو www.sharjahmuseums.ae، أو الحضور مباشرة إلى المتاحف المشاركة في المخيم والتسجيل وملء استمارة التسجيل. ما الأهداف اللي تسعون لتحقيقها أستاذة منى من خلال هذا المخيم التفاعلي؟ طبعا من أبرز أهداف الهيئة أن احنا إعداد وتربية أجيال تدرك أهمية المتاحف والخدمات المتحفية المقدمة من خلال الهيئة، وهذه الخدمات تكون متنوعة أو في مجالات مختلفة، فهي تكون كمصدر مهم سواء كان للفنون أو للعلوم المختلفة، عن طريق طبعا تقديم برامج وأنشطة مختلفة متنوعة ترفيهية، وتقوم بتنظيمها تكون على مدار هذا العام. ومن بين هاي البرامج اللي هو المخيمات الصيفية والشتوية والربيعية، اللي هو مخيم إجازة سعيدة. فهذا المخيم يكون فرصة للأطفال، فرصة للعوائل أنهم يسجلون الأطفال بحيث أنهم يملؤون أوقات الفراغ، أو أنهم يفرغون الطاقات الأطفال في أماكن بطريقة إيجابية وبطريقة مفيدة وممتعة، ويخلقون فيها إبداع الأطفال ويكتشفون المهارات المخبأة عند أطفالهم. صحيح. طيب، هل هناك فئة عمرية محددة يستهدفها المخيم؟ المخيم تقريبا يستهدف الأعمار من تقريبا 6 سنوات إلى 12 سنة، وهو مقسم على أسابيع أو فترتين تقريبا. صحيح. هناك باقة من الفعاليات المتنوعة وسلسلة كذلك من الأنشطة التي ستصاحب هذا المخيم، واعتقد انها راح تقدم باللغتين كذلك العربية والإنجليزية، نود ان نعرف السادة المشاهدين عليها. الأشياء المقدمة تقريبا او البرامج المقدمة تقريبا من 7 متاحف متنوعة بمواضيع مختلفة، مثل ما قلت ان المخيم يمتد من تاريخ 18 يوليو الى تقريبا 11 اغسطس، هو مقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى في أول أسبوعين أو آخر أسبوعين من شهر يوليو، مقدمة من تقريبا 4 متاحف، المتحف الأول هو متحف الشارقة العلمي، متحف الشارقة العلمي يهتم كثير بالمواضيع العلمية، علوم الفضاء، اللي هي الطاقات الشمسية، مواضيع بحثة علمية. الأطفال ممكن أنهم يجون المتحف العلمي يتعلمون هاي الأمور والمواضيع العلمية في هاي الورش، اللي هي طبعا تكون تفاعلية، وفي نفس الوقت يقومون بصنع مجسمات علمية يستفيدون منها أكثر. صحيح. المتحف الثاني اللي هو مربى الشارقة للأحياء المائية أيضا مشارك في الأول أسبوعين من المخيم. ويعني المربى أكثر بالأمور اللي هي المائية، الورش التعليمية والألعاب الترفيهية، وأيضا يوجه الأطفال أكثر إلى مخاطر التلوث
في البيئة والبحار خلال هذه مدة المخيم. نعم. بالإضافة إلى متحف الشارقة للفنون أيضا مشارك. نعم. خلال أول أسبوعين، ومهتم أكثر بالأعمال الفنية الجميلة، أيضا ممكن يتعرفون على تقنية البورتريه الورقي، الأعمال التركيبية، وأيضا استخدام تقنيات جديدة في عملية الرسم مثل الرسم التجريدي، بالإضافة إلى متحف الآثار يقدم ورش متنوعة يعرف الطلاب على أو الأطفال المشاركين على مثلا اللي هي الأدوات الحرفية المستخدمة قديما، جواهر الحلي اللي تم اكتشافها قديما في مناطق الأثرية في الشارقة. فهي تقريبا 4 متاحف مشاركين في أول أسبوعين. بعدها في الأسبوعين الثانية راح يشارك تقريبا عندنا 3 متاحف. أول متحف اللي هو متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية راح يعني أو راح يهتم أكثر في اللي هي مثلا صنع المظاخر، البرامج التعليمية، التعرف على أسرار المجوهرات، وفي نفس الوقت الاستمتاع بالعديد من البرامج التعليمية والأنشطة اللي هي خاصة بهذا المتحف. عندنا أيضا متحف الشارقة البحري. متحف الشارقة البحري يعني أكثر بقصص البحارة قديما، فراح يتعرفون أكثر على هاي القصص، يستكشفون كنوز البحار، التعرف على تراث الأجداد البحري من خلال ألعاب ترفيهية وورش تعليمية. أيضا المتحف الأخير راح يشارك إن شاء الله في الأسبوعين الأخيرين من المخيم هو متحف المحطة. متحف المحطة معروف بأنه أول مطار في دولة الإمارات، تم تحويله إلى متحف. راح يشاركون بورش تعليمية وترفيهية أكثر عن علوم الطيران، كيفية صناعة الطائرة، والنشاطات الأنشطة اللي هي أكثر مهتمة بعالم الطيران. نعم. فهاي تقريبا أغلب المواضيع والبرامج راح تكون مقدمة إن شاء الله خلال فترة مخيم إجازة سعيدة اللي في الفترة الصيفية. إذن هذه دعوة منا لأولياء الأمور للمسارعة في تسجيل أبنائهم في هذا المخيم الصيفي الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف. أنا أشكرك أستاذة منى الملا، رائد علمي أول في متحف الشارقة العلمي، على هذه المداخلة الهاتفية وعلى هذا الجهد المبذول من قبلكم. شكرا جزيلا. العفو. يا مرحبا.